اوعى يا عم خلاص فيا ليه اصورها بابا. اهلا يا خروف سيد. انت جاي معايا ليه؟ ايوه لازم تيجي معايا ليه؟ برضه امشي يا مش انت يا محمد صور انت بس. طب يا افتح الباب ده. ما تفتح يا ابني، انتوا العفريت هتاكل ليه كده؟ سيبها سيبها تيجي. سيبها تيجي يا رامي. عادي. ما تخافش منها. تمسك انت تصور؟ امسك. صور لو طلعت فوق هتبوظ الدنيا. بس انا اسال عمك محمد كده. انزل انزل صور. ما يمكن نذبح هنا. ايه يا اخي خش جوه.